او المتهم بالقتل يعني. استاذ امير اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ محمد واهلا بالساده المشاهدين. اقول لي انا كنت المحامي بتاعه فعلا. انت انسحابي النهارده. انت انسحبت النهارده بعد ما هو اعترف؟ ايوه يا فندم. بعد لا هو خد امبارح 4 ايام على سن التحقيق. يعني الواقعه ما كانتش النهارده, وقت حبسه امبارح ومعاه التجديد حبسه غدا. واخد بال حضرتك؟ طيب لكن انا بس في جزئيه الله يخليك يا استاذ محمد قبل ما نعدي عليها. الفكر الداعشي داخل الكنيسه, ما احنا ما عندناش فكر داعشي داخل الكنيسه. طيب ما انا عايز بقى اقول لك حاجه بقى, لان هو اتقال ان هو ينتمي لطائفه الايمان النقي وهو ضد الوسطيه او الاعتدال او الفكر اللي فيه تسامح وسلام اللي عند الانبا الشهيد او الانبا المقتول. فاتقال يا استاذ محمد فتاني. طب قتلوا ليه؟ قتلوا ليه؟ هقول لحضرتك انا ما اقدرش اجزم اذا كان قتلوا او ما قتلوش. ده نمره واحد. هو اعترف النهارده وقال ان قطعه حديد جابها من المخزن الخرده بالدير. هو حضرتك امبارح تم معاه التحقيق في اسكندريه امام نيابه استئناف عالي اسكندريه. بعد القضيه ما راحت للمحامي العام الاول لاستئناف اسكندريه. تم التحقيق معاه امس ووجهت لي تهمه القتل العمد. كل الكلام اللي كان طالع على السوشيال ميديا ده في غير صحيح تماما, لان النيابه نشيت لهم 5/8 واخلت سبيل. فامبارح راح النيابه مقبوض عليه والنيابه اصدرت قرار بحبس الاحتياطي. مثل الجريمه ولا لا يا استاذ امين؟ ما عنديش خلفيه اذا كان مثلها ولا لا. لا انا عندي مصادر مؤكده ان هو مثل الجريمه. المواقع كلها بتقول مثل. ايا كان يا محمد ايه؟ طيب ايا كان. طيب ايه الفرق بقى؟ قتل ليه؟ هل قتل عشان اتشلح والانبا المقتول هو الذي كان سبب في شلحه في فصله؟ انا استخلص الكلام ده من شهاده الرهبان. جميع الرهبان اجمعوا على ان الراهب اشعيا المقاري كان دائما يصنع خلافات مع سيدنا المتنيح الشهيد الانبا ابي فانيوس رئيس الدير. وكان دائما ما بيخضعش او ما بينفذش امور الطاعه. طيب مع رؤسائه في الدير اللي هم اكبر منه في السن. طيب هل كان ينتمي لحاجه اسمها الايمان النقي؟ مفيش الكلام ده يا محمد. ايه مفيش حاجه؟ طيب ايه تفسيره ان الكلام ده نزل برضه؟ انت مسكين وطيار. طيب بابا شنوده الدير بيخضع لقداسه البابا المعظم الاب. طب هو كان ضد فكر الاب مات المسكين اساسا, اللي هو تلميذه اللي رسمه راهبا كان قداسه بابا شنوده. بشكرك جدا. انا معايا المستشار نجيب جبرائيل بسرعه. سياده المستشار قول لي رايك ايه في الموضوع.